بهيك بنمثل. أوكي. اوكي رح اعطيكي موقف. عم جربني؟ مش عم جرب، عم نلعب. تشوف اذا بنمثل. عرفتك هلا، عرفتك هلا رح نمثل. اوكي انا اخذت القرار. اوكي وانا كمان مش رح جربك لان انا عمياني معك. يلا رح اعطيكي موقف بدك تجاوبيني بعكس الموقف. اوكي عكسه؟ ايه يعني رح اسالك هلا شو رايك بالحب بس بدك تجاوبيني كانك خايفه. يعني بدي جاوبك جواب الحب بس بخوف. ايه يعني رح اسالك انا هلا انه مايا شو رايك بالحب؟ كثير بحب الحب. حاسك مدنقه هالقد بخوف الحب؟ ما بتحبي انت حدا؟ لا. ما مرقت التجربه خوفتك؟ ولا مره. بدي امي. بس لك حب بتصيري هالقد جبانه؟ قدام حب حب حب. لا مهضومه طلعت فيه. ايه طيب رح ربحت اللوت. بس هلا خبروا انه نحن مش مرنين قبل عليهم. هلا ايه ما بعرفهم. ارتجال. اوكي هلا انت ربحت اللوتو بدك تخبري امك على التليفون انت ربحت اللوتو بس محشور بدك تفوت على التواليت بلحظتها. ليك عندي مشكله. شو بحياتي هو القصص انا ما بحب اعملهم. اوكي يعني كل شيء برات النورم تبع الحياه. انتوا شباب بلا تهذيب بتقولوا ما فيك تعمل. نو اي كان ما بتزبط. لا طيب اعطيني موقف ثاني. ايه بعطيك رح اعطيكي موقف مهضوم كثير. ايه انت عم تعزي بجاركم عمو سامي توفى وعملتي فورير. ما بده تمثيل يعني هيدا اكيد. انت هيك بتفوتي بتعزلي؟ بتفوتي. الله يرحمه عمو سامي شو كان موضوع. اعتبري 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 انت فايتة. عمو سامي من اطيب الشباب بس صار فوق. انا ابنه سامي، انا ابنه سامي وانت فايتة تعزين. اهلا اهلا. هاي سامي. الله يرحمه قد ايه كان لذيذ وموضوع. صار فوق ومبسوط وكاسك. كاسني؟ لا لو ابنه لسامي انا شو بيعمل؟ والله بتنسيتيني بي. لا قولوا تخيل حدا يفوت يعمل هيك بعزا. هلا بتصير بتضحك ايه بس انه تحكي وتضحك انت وعم بتعزي ما بتصير. شو السر؟ عن جد شو السر انه ما بيجي الفورير هلا بالعزا؟ ليك انا شو صرت اعمل؟ صرت بوصل على باب العزا اول شيء بطل احكي مع حدا معي. ثاني شيء بتذكر موقف موت حدا بحبه ميت لي وهيك تركز. بس اذا حدا كبل لك وحده بما بتفرطي؟ لا ضلني ساكته ليقطع هيدا العشرة ربع ساعه لتصير قاعد معك حدا حدك هيك عم تطلع فيه او عم تحكي انت وياه تنروق. هيك انا بعمل. طيب خلينا نرجع لموقف اللوتو. هلا طلع براسي شغله. اوكي انت ربحت اللوتو بس عم تخبري رفيقتك انه انت ربحت اللوتو ومنك طايقه. انت مش انه مضايقه انك ربحت اللوتو. أنيتا تخيلي ربحت اللوتو مان معقول؟ لأنه كل العالم بصير معه مضروبة بس أنا أربح اللوتو مش طايقة حالي ما بعرف إذا تمرق مصيبة الله بمرقها أي دون نو برجع بحكيكي حبيبي مشغولة باي. لا مش لابسة. لا شو يأس. هي يأسيني. طب شفت؟ لا شاطرة.